السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا. وصفتنا النهاردة لتبييض الجسم كله، وصفة جميلة جدا بتجيب نتيجة جميلة جدا. في نص ساعة هتلاقي جسمك كله زي الفل ان شاء الله وابيض. الوصفة النهاردة عبارة عن مكونات بسيطة جدا. مكوناتنا النهاردة عبارة عن معلقة من الحليب البودر، ومعلقة من معلقتين من النشا، ومعلقة من الطحين او الدقيق. وهنحتاج نص ليمونة على المكونات بتاعتنا دي علشان نعمل مع بعض الماسك ده. بس الماسك ده لازم نعمل قبل منه سكراب، او نعمل تقشير للجسم والبشرة. التقشير ده هيكون بزيت الزيتون والسكر او بالملح والليمون. لكن طبعا اللي بشرتها حساسة تستخدم زيت الزيتون والسكر، لكن البشرة العادية ممكن تستخدمي السكر والليمون او الملح والليمون. البشرة الحساسة زي ما قلنا مش هتستخدم الليمون. الوصفة بتاعتنا دي بقى هنعملها ازاي؟ هتحطي معلقتين النشا على معلقة البودر على معلقة الطحين او الدقيق والليمونة، هتحطيهم على بعض عشان تحصلي على القوام اللي احنا عاملينه ده. هتحطي المكونات كلها على بعضها زي ما احنا شايفين كده، وهتحطي 3 أو 4 معالق من ماء الورد. ممكن لو ما عندكيش ميه ورد ممكن تعمليها باللبن او الحليب. 3 أو 4 معالق حسب ما الوصفة بتاعتنا والماسك يكون متجانس ويكون كريمي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. دي كانت وصفة النهاردة، وصفة سهلة جدا. طريقة استخدامها تغسلي بشرتك كويس جدا او جسمك، لو هتعملي على جسمك كله ممكن تضاعفي الكمية، وتاخدي شاور دافي وتدهني جسمك كله بالوصفة بتاعتنا ديت. بعد ما تدهني جسمك كله بالوصفة ديت هتسيبيه نص ساعة على جسمك، وبعد كده هتفركي الجسم بحركات دائرية. بعد ما تفركي الجسم بحركات دائرية هيزيل طبعا الماسك ده، هيتشال من على جسمك. هتضطر ان انت تاخدي شاور تاني ويكون بمية دافية او فاترة. ان شاء الله يعمل تبييض معاكي يا بنات. وصفة جميلة جدا جدا، وصفة مجربة. والوصفة دي هدية لكل عروسة اللي ان شاء الله بإذن الله تعجبكم. دي كانت وصفة النهاردة. ولو عجبتكم الوصفة يا بنات ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان كل وصفاتنا تجيلكم اول باول ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واستنوني في الفيديو الجاي، واكتبوا اقتراحاتكم وتعليقاتكم والفيديوهات والوصفات اللي تحبوا تشوفوها على قناتي بإذن الله. وكانت معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي.